شوفوا هذه اللقطة هذه، هنا عندنا أيوب الكعبي طالب الكرة، ولكن فين يطلب الكرة؟ في المنطقة المخفية لديك. الحضور المغربي مستمر في المسابقات الأوروبية، وأيوب الكعبي البارح كيرفع الراية وبالتالي كحطم أرقام قياسية اللي هي مهمة في المسابقات الأوروبية. ففي هذا الفيديو هذا غادي نسلطوا الضوء على الأهداف اللي ماركاهم أيوب الكعبي في المؤتمر الأوروبي وكذلك في الدوري الأوروبي، غادي نحاكيهم بطريقة اللي هي مختلفة، وغادي يعطينا مجموعة من الأمور الخاصة بأيوب الكعبي، وهاد الأهداف هادو كاملين فيهم واحد النقاط مشتركة هي اللي غنتكلموا عليهم في هذا الفيديو هذا. فقبل فأيوب الكعبي تكلمنا على مجموعة من الفيديوهات وذكرنا الخصائص ديالو، ما فيها بس اننا نذكروا بها نبداو في الفيديو ديالنا. فالكعبي ما عندوش مشكله في التوازن، حتى اذا ضغطت عليه ولا كذلك يعني عرضت لشي التحام بدني او مضايقه مع اللاعب الاخر ولا المدافع اخر، فهنا الكعبي يقدر على انه يروض الكره ديالو ويحصل الكره ديالو بكل نجاح وبدون اي مشاكل. كذلك هذه لقطه واحده اخرى، يعني يقدر على انه يحصل الكره ديالو، وهذه ميزه عند ايوب الكعبي وما عندش يوسف النصيري. كذلك بريباراتوار اللي واعر، كيقدر انه يتوقع الكره فين غادي تطيح ويقدر على انه يبريباري الكره بطريقه اللي هي مزيانه وبطريقه اللي هي احسن كما كتلاحظوا في هذا المشهد. واذا عقلتوا في ذاك الهدف اللي كنا ماركينا ضد كونغو الديمقراطيه في ايام وحيد خليلزيج، اللي هو هذا ايوب الكعبي كان بريبار الكره لتيسودالي، تيسودالي شير عليها الشبكه. بخصوص يوسف النصيري فديما كنذكر هذه مشكله عند النصيري، على انه اذا تعرض لشي ضغط من شي لاعب ولا تعرض لشي التحام بدني، فهنا النصيري ما كيقدرش انه يروض الكره ديالو، ما يقدرش انه يكونترولي الكره. بحال اذا شفنا ذاك الهدف ديال ايوب الكعبي في هذا الموسم هذا مع اولمبياكوس ضد استون فيلا، فاذا عطيتي هذه اللقطه هذه بالنسبه ليوسف النصيري فما كانش غادي يتعامل معها الطريقه اللي تعامل بها مع ايوب الكعبي. نبداو بهذا الهدف هذا اللي كان في الاياب ضد استون فيلا. هنا الكره مشات للجهه اليسرى، وهنا عندنا ثلاثه ديال اللاعبين ديال استون فيلا اللي متبعين لاكسيون. كنشوفوا على ان ايوب الكعبي ما كملش في المسيره التقدميه ديالو داخل جوج ديال المدافعين ديال استون فيلا، حنا نعرفوا السبب. وحتى اذا كمل في المسيره التقدميه ديالو داخل جوج ديال المدافعين، فهنا غيبقى تحت الانظار ديال داك المدافع اللي على الضوء الابيض. هنا المدافع الاخر غادي يتبع الكره، وهنا ايوب الكعبي يقصد المنطقه المخفيه على هذاك المدافع كيف ما كنلاحظوا في المشهد، وعاد عندنا لاعب اخر اللي هذاك عاد جاي، ولكن هنا الهدف ديال الكعبي هو انه يختفي على الانظار ديال هذا المدافع هذا ديال لاكس كيف كنلاحظوا هنايا. فهنا النتيجه غتكون عندنا بهذا الشكل هذا، يعني الكعبي غيكون خارج الانظار ديال داك المدافع كيف كنلاحظوا هنا، وهذه نقطه ضعف المدافع. هنا ايوب الكعبي كيستغل نقطه ضعف اي مدافع، هو انه يستغل المنطقه اللي تكون مخفيه عليه. هنا داك الجناح ديال اولمبياكوس بغى يلعب الكره توجه داك اللاعب، ولكن هنا الكره تقطعات، فبالتالي الظاهر رجع ديال الخصم، فبالتالي هنا الكعبي غيختفي على الانظار ديال داك الظاهر وغيكون عندنا في المنطقه المخفيه على الفريق بكامله. هنا هذاك اللاعب غيدبل على الزميل ديالو كيف كنلاحظوا في المشهد، وهنا غتبان نقطة قوة أيوب الكعبي في معرفة المكان اللي غتوصل له الكرة ولا المكان اللي غتنتهي فيه الكرة، وهذاك هو المكان اللي كيتمركز فيه أيوب الكعبي. باش نفهموا هذه القضية هذه نركزوا مزيان في هذه اللقطة هذه، نشوفوا لقطات وحدين آخرين اللي ساهلين. هذه اللقطة هذه كنشوفوا على أن هذا اللاعب هذا راه داخل بالكرة، هنا هذا المدافع هذا غيتوقع بلي أن الكرة غتنتهي في ديك المسار في ديك الجهة اللي وقف فيها هو. ولكن الحقيقة كتقول على أن التوقع ديال الكعبي هو اللي كان صحيح، وماشي الكعبي اللي موه بالحركة ديالو المدافع باش أنه يتحرك. تتلا عاودت اللقطة ببطء غتلقى بلي أن المدافع هو أول واحد ما تحرك، وتا الكعبي تحرك، ولكن هنا النص ديال الكعبي عرف بلي أن الكرة غتنتهي في المكان اللي وقف فيه، وبالتالي تم وقف أيوب الكعبي واستقبل فيه الكرة، وهنا أيوب الكعبي كيقدر أنه يدول الهدف ديالو كما كنشوف في هذا المشهد. غير هو عندي واحد الملاحظه بخصوص الطريقه اللي كينهي بها الكعبي في بعض الحالات الكره ما كتكونش في افضل الحالات ديالو، وعنده احتماليه باش انها تضيع. فمن بعد هذا الهدف هذا اللي دوزنا اغلبكم غيوضع الاستنتاج على انه ايوب الكعبي كيديبلاصا دائما في المناطق اللي كتكون مخفيه على المدافعين، وتما كيستقبل الكره، ولكن التمركز الاول ديالو ما كيكونش بصراحه في المنطقه المخفيه على المدافعين. هادشي اللي غنشوفو في هذا الهدف هذا، هذا هدف ديال ايوب الكعبي، الكره في الجهه اليسرى، وهنا عندنا ايوب الكعبي. اذا كان بغى ايوب الكعبي يتمركز من البدايه في المنطقه المخفيه على المدافعين، فكان غادي يمشي في اتجاه السهم الاحمر وغادي يختفي على ذوك جوج قلوب الدفاع، ولكن هنا لكمان اللقطه والكره مشات للجهه اليسرى، غنشوفوا على ان ايوب الكعبي التمركز الاول ديالو كيكون في مناطق اللي هي واسعه، يعني ما كيتوغلش داخل منطقه الجزاء بل كيبقى في منطقه اللي هي واسعه، وكذلك كيخلي مساحه بينه وبين ذوك المدافعين ولا المدافع اللي واقف معه. كما كتلاحظوا المساحه كاينه بينه وبين ذوك المدافع، وهنا من اللي كيكون في هذه الوضعيه هذه، فهنا كيطلب الكره في المنطقه المخفيه على ذاك المدافع اللي قريب ليه كما كنشوف في هذا المشهد هذا. وبما ان التركيز ديال المدافع كيكون على لاكسيون ديال الكره، فهنا غالبا كيكون واقف في المكان ديالو ايوب الكعبي ديجا منطلق من ذاك المنطقه اللي طالب فيها الكره اللي هي المنطقه المخفيه على ذاك المدافع، وحتى كيتفاجئ المدافع بان ايوب الكعبي وصل ذاك المنطقه، وهنا كيقدر على انه يسجل هذا الهدف
علما ان ايوب الكعبي كيقدر على انه يحدد النقطه بالضبط فين توقف الكره وهي اللي كترتقي فيها وكيسجل هذا الهدف هذا كما كتلاحظوا في هذا المشهد. غالبا طرحوا التساؤل عاش في اللقطه اللي بيناها في البدايه ديال الفيديو مشى مباشره تمركز في المنطقه المخفيه على المدافعين، غير حيت هنا نفس الوضعيه كان واخذها ايوب الكعبي اللي تكلمنا عليها هو انه مخلي مساحه بينه وبين ذاك المدافع كما كنلاحظوا في هذا المشهد وطالب الكره مع يده باش ذاك اللاعب يدوز له الكره في المنطقه اللي هي مخفيه على المدافع، ولكن ذاك اللاعب تاخر في التمرير فبالتالي ايوب الكعبي وصل لذاك المنطقه اللي هي مخفيه على المدافع وهنايا هذاك اللاعب غيمرر للاعب اخر ولكن الباس كيف قلنا على انه تقطع، ولكن نفس الفكره اللي شرحناها راه مطبقه. اذا ما كنتوش فهمتوا غنشوفوا هذه اللقطه هذه. هنا عندنا ايوب الكعبي طالب الكره ولكن فين يطلب الكره في المنطقه المخفيه على ذاك المدافع اللي واقف معه، هاتوما مخلي مساحه بينه وبين ذاك المدافع كما كنلاحظوا تما، والتموضوع الاولي ديالو هو انه ما مخفيش عليه بل وقف في الانظار ديالو ولكن مخلي مساحه بينه وبين ذاك المدافع، والان غيطلب الكره في المنطقه اللي هي مخفيه على ذاك المدافع، وهنا المدافع كيكون التركيز ديالو مشتت وكيكون كيشوف ديجا في الكره، وهنا ايوب الكعبي كتكون عنده فكره محدده وكيكون ديجا عارف باللي ان الكره غطيح في نقطه معينه وكيحددها بسرعه وكيمشي يجري لديك النقطه اللي كتكون في المنطقه المخفيه، فبالتالي هو اللي كيسبق ان الكره هو الاول وكيقدر على انه يماركي هذا الهدف. هذا الهدف هذا اللي غادي نشوفوا دابا نموذج بالنسبه لايوب الكعبي وكيبين مدى التفوق التكتيكي والنضج التكتيكي اللي عند ايوب الكعبي مقارنه بالمدافعين الاخرين، حتى لو بغيتو تقارنوا بشي مهاجم اخر. فهاد الحاله هذه كنشوفوا على انه بنفس الطريقه وضع راسه تحت انظار المدافع، كذلك واخذ وضعيه اللي هي واسعه ماشي داخل في العمق مع دوك اللاعبين كما كنلاحظوا تما، يعني ما داخلش داخل داك المربع الصغير بل هو خارج كما كنشوفوا تما، وهنا غادي يمشي للمنطقه المخفيه اللي غادي تطيح فيها الكره هو اللي غادي يحدد بان الكره غادي تطيح في ديك المنطقه المخفيه، والتوقع ديالو غادي يكون صحيح في الحقيقه حيث انه يخدع جميع المدافعين وغيتمركز بطريقه اللي هي صحيحه. صراحه التمركز ديال ايوب الكعبي تمركز اللي هو عالمي، تمركز اللي ما عندش بزاف ديال المهاجمين الكبار اللي كيلعبوا الكره في الساحه الدوليه. فهاد الاهداف هادو اللي شفنا على ان ايوب الكعبي دائما كان كيتحرك بطريقه اللي هي مزيانه وكيقصد المناطق المخفيه للمدافعين هما اللي كيطلب فيهم الكره، ولكن ما شفناش التتبع عن طريق المدافعين. فهاد الهدف هذا غنشوفوا على ان هذاك المدافع اللي واقف مع ايوب الكعبي غيكون كيتتبع الحركات ديال ايوب الكعبي، وهادشي اللي غيصعب على ايوب الكعبي باش انه يطلب الكره في المنطقه المخفيه على ذاك المدافع، ولكن انا غيتخلص من رقابه هذاك المدافع عن طريق واحد القضيه ولا واحد اللعيبه كيديرها حتى يوسف النصيري. في الاول غادي مو بانه غادي يمشي في اتجاه ذاك السم الاحمر كيعملها تنصيري عادي، وهنا الهدف ديال ايوب الكعبي هو انه ياخر التحرك ديال ذاك اللاعب. هنا هذاك اللاعب غيتحرك معاه في ذاك المسار الوهمي اللي غيمشي فيه الكعبي، ولكن هنا غيعكس التحرك ديالو تجاه المنطقه المخفيه، فبالتالي هنا الكعبي غادي يربح الوقت اللازم باش انه يكون هو اول واحد يوصل للكره ويقدر على انه يماركي هذا الهدف هذا. فهاد الهدف كذلك نفس الوضعيه اللي تكلمنا عليها سابقا، دائما كيخرج راسه من المدافع وكيخلي مساحه بينه وبين ذاك المدافع باش كيحصل على وضعيه في الجري ويستغل هذيك المساحه الصغيره باش انه يجري فيها ويركض للكره. فهاد المثال هذا كنشوفوا على ان هذاك المدافع خلى الكعبي من وراه هو اللي بغى الكعبي، فبالتالي هنا غنشوفوا على ان الكعبي هو اللي غادي يربح هاد الكره بالراس ويقدر على انه يماركي وغيتغلب على الحارس وغيتغلب حتى على ذاك اللاعب، والسبب هو ان ايوب الكعبي دائما ما كيحافظ على ذاك التواصل البصري بينه وبين الكره. بحال مثلا اللقطه هذه في الماركه يعني مقصيه، هنا غيطلب الكره في المنطقه المخفيه على ذوك جوج ديال المدافعين، لاحظ معايا كيفاش كيحافظ على نفس التواصل البصري بينه وبين الكره، فهنا غيحدد النقطه اللي غادي تسقط فيها الكره وهنا كيضبط الايقاع ديالو ديال الجسم ديالو وكيقدر على انه يضرب هذه المقصيه، وهادشي كيساعد باش انه يحدد النقطه بالضبط فين انه يقدر يركن الكره نحو المرمى كما شفنا في الهدف ديال الامس. عموما ابدا ايوب الكعبي تفوق هائل في مجموعه من الكرات الثنائيه وكذلك نضج تكتيكي عالي من ايوب الكعبي، كنتمنى له لانه بعد هذا الاداء الخرافي في هذا الموسم مع اولمبياكوس لا سواء في الدوري لا سواء في المسابقات الاوروبيه على انه يحظى بصفقات اللي يزيد يكمل فيها الاحترافيه ديالو ويزيد بصم على التألق ديالو. والأخوة كنشكركم عفوا على التتبع ديالكم، نتلاقى في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.